المغربي رشيد بريا، اهلا بك معنا في اخبار اليوم. الله يكبر بيك والف مرحبا ببلدكم الثاني، وشرفتونا كاعلاميين في هذا في هذا في هذا المهرجان اللي واحد في واحد المدينه اللي عزيزه على كل المغاربه، هي مدينه الداخله في الصحراء المغربيه. شكرا لكم. كلمنا عن المهرجان اكثر ومشاركتك فيه. الحمد لله يشرفني ان نكون حاضر للمره الثانيه في هذا المهرجان، وحقيقه هذا خاصه هذه السنه اللي كتجي مواصفه مع واحد العيد اللي عزيز على كل المغاربه، هو عيد العرش، الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وكما كتشوف الحضور ديال مجموعة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورجال الأعمال، وهذا له هذا شرف، وكيزيد هذا يقوي هذا المهرجان من دورة إلى دورة. الحمد لله. الحمد لله. وكلمنا عن الفن المغربي، وال احنا نفسنا نشوف في مصر افلام مغربي، يمكن اللهجه احيانا بتبقى عقبه، يعني هل في وسيله تواصل ان احنا نوصل ان الفيلم المغربي يوصل لمصر كل المشاهدين المصريين؟ بطبيعه الحال احنا عندنا الافلام المغربيه، هذا هو المشكل، ان ما كتسوقش خارج الوطن، فلازم يكون اجتهادات. اما بالنسبه للهجه فما نظنش انها تكون عائق بالنسبه للافلام المغربيه، لان الحمد لله اليوم مع هذه القنوات الفضائيه ولا الانسان كيقدر يشوف القناه المغربيه او يشوف القناه المصريه ولا اللبنانيه، فكما المغاربه تعودوا على اللهجه المصريه، لان احنا كنعرفوا درك اللغه المصريه بحال اللغه ديالنا، وكذلك اللغه السوريه بحكم المسلسلات التركيه، فنظن ان اللهجه ماشي عائق بالنسبه ل. وثانيا راه كنشوفوا بعض الافلام حنا اللي هذا كيكون الترجمه لتحت، يعني فهذا خصو يكون اجتهاد من الموزعين ديال الافلام. وانا عندي صديقه ديالي لان اشتغلت معها، درت جوج افلام معها، ايمان مصباحي ابنه المخرج الكبير رحمه الله السي عبد الله مصباحي، اللي اشتغل كثير مع ممثلين مصريين، يعني هي اللي هي هنا في المغرب انها كدير التوزيع ديال الافلام المصريه عندنا في المغرب في كازابلانكا، فلو احب ان تاخذ الافلام المغربيه وكذلك توزعها في الدول العربيه كمصر وكلبنان وكال. الملتقى اللي انت هتكون في زياره لمصر الشهر الجاي او الشهر بعد الجاي؟ ان شاء الله. جاتني دعوه من واحد الصديقه، هي مغربيه كتقطن في 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 القاهره، سميرة العشيري، هي رئيسه هذا الملتقى الدولي اللي كيندار كل سنه في القاهره، ملتقى في المستوى الكبير. هذا العام يشرفني باش يكون التكريم ديالي وكنكون ضيف شرف في هذا الملتقى اللي ان شاء الله غادي يكون في شهر اكتوبر بالقاهره. في مصر وفي كل مكان، وطبعا حضرتك فنان معروف جدا، وكلمنا عن اعمالك اللي جايه كمان. الحمد لله، كما كتعرف دروك راكو حضرتوا معنا وشفتوا الحفل البارح السهره. انا يعني رشيد برياح، هو حصل لي الشرف ان نكون اول فنان اللي غنى الراي وعرف بالراي للمغاربه منذ بدايه الثمانينات، لما كان الجزائر الشقيقه كان عندهم خالد مامي والصحراوي فضيله، فانا كنت في مدينه وجده، لان انا من مدينه وجده الحدود مع الجزائر، المنطقه الشرقيه، وكان شرف لي باش نعرف المغاربه على فن الراي. والحمد لله عندي جمهور كبير، عندي جمهور واسع لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. اسم رشيد برياح معروف جدا في الراي، يعني حتى كمان في مصر احنا وصل لنا، يعني احنا بنحب مصر، يعني اذا كان الجزائر فيها الشاب خالد فالمغرب يعني رشيد برياح. الله يبارك فيك، وهذا شرف لي. والحمد لله يعني من بعد 35 سنه كنحاول نقدم للجمهور ديالي، جمهور الدواق، الجمهور اللي كيعشق فن الراي الحقيقي، كنقدم له شي حاجه في المستوى، لانه هو متعود كيسمع رشيد برياح اغاني بالمواويل بالمواضيع،
فنتمنى حتى هاد الشباب اللي تعاطوا لهذا الفن الرائع انهم يحترموا هذا الفن ويقدموا للجمهور كلمات في المستوى اللي تليق بهذا بالفن. ما نبقاوش هذا يعني كنقلبوا على داك هذا الشيء ديال المواقع الاجتماعيه ديال هذا البوز ولا هذا، لان للاسف بغينا شباب اللي غادي يجيو من بعدنا وياخذوا المشعل لهذا الفن الراي. للاسف حاليا ما كاينش، كاين كله كيتسابق على الشهره وعلى البوز ونساو الكلمه الهادفه. فمهذا المنبر ان الراي تجاوز الحدود الحمد لله، كنغنيو في اوروبا في امريكا. نتمنوا نطرقوا الباب ديال الدول الشقيقه العربيه كمصر كلبنان. الحمد لله اشتغلت كثير في دبي، اشتغلت هذا، وهذه فرصه ان شاء الله نكون في شهر اكتوبر في مصر ونتلقى مع الاخوان ان شاء الله. وما تنساش انا من عشاق ديال الفنان الكبير اللي كان اعتز به عبد الحليم حافظ، وكان غني الريبرتوار ديالو. أنا إلا سمعتني في عبد الحليم عاود تقول لي لا ما تبقاش تغني الراي، غني عبد الحليم. والجمهور المغربي راه كيعرف رشيد برياح كان أدي مزيان عبد الحليم، وبهذه المناسبة إن شاء الله في القاهرة غادي نأدي أغنية ولا اثنين ديال الأستاذ ديالنا الله يرحمه عبد الحليم حافظ. نتمنى نشوفكم إن شاء الله في القاهرة، وشرفتونا في بلدكم الثاني، وألف مرحبا بكم في المغرب. وحضور ديالكم زاد يعني إشعاع لهذا المهرجان وهذا الملتقى. والله الله يكبر بكم، شكرا لكم.